السلام عليكم شباب، كنتمنى تكونوا بخير على خير. المهم دابا انا في مدينه ديال برشلونه. جي صراحه البارح كنت عند مولاي مصطفى، غير هو ساكن في واحد المدينه ولا مع واحد البلاصه سميتها مانريزا، قريبه شويه لبرشلونه. المهم دابا جيت للسونتر حيت غير بالصدفه لقيت واحد الميساج ديال خايا نافع مصيفط ليا بانه كيديروا واحد ليميتاب هنا ديال ريزونتربرونور في برشلونه، وسبحان الله كيكونوا اليوم الثلاثه. دونك قلت نجي نتلاقى ونشوف هنايا ونسول. كما قلت لكم حنا الصباح دزنا في ديك المدينه ديال مانريزا، سولنا واحد الناس متخصصين كيديروا هادشي ديال الاقامات وكيقاد هادشي ديال الفيزات، سولناهم على البروسيس اللي باغي ندير انايا. مي اغلبيه اللي لاحظت كيخدموا مع الناس اللي باغ يعني اللي حارقين هنايا، يعني ما عندهم لا اوراق لا والو، وكيبغوا يقادوا الوراق ديالهم ازيرو. دونك هما عندهم في المايند سيت ديالهم خاصك تجي خاصك تحارق، فهمتي؟ يعني خاصك تجي تكون حارق هذاك، يعني ما عندك لا فيزا لا والو، كتقاد البروسيس ازيرو. انا ما باغيش ندير داك الشيء، حيت يمكن ليش نبقى هنا، يمكنش انا نحرق الباسبور ولا شي حاجه. انا خصني ضروري نكون نرجع لتركيا، وعندي الظرف في تركيا، عندي القهوه، عندي كذا، ما يمكنش نسمح بداك الشيء ونبقى جالس هنايا عامين ولا ثلاث سنين تنطلع الوراق. هما كتجيهم في شكل ملي كتقول لي راه باغي غير فيزا ديال عام ولا شي حاجه، كتجيهم في شكل حيت هو مولف الا جا اي اجنبي ولا شي حاجه فكيبغي يقاد البروسيس. صافي كيجلس هنايا ديك ثلاث سنين ولا عامين وكيقاد الوراق عادي بحال اي واحد جا لهنايا وما عنده لا اوراق لا والو، ولكن انا ما باغيش داك الشيء. كنقول لهم انا باغي فيزا، باغي غير عام، حيت لا كنت باغي نجي ندير شي حاجه هنايا مثلا كما قلت لكم على ود داك الشيء، ديك لي كولاب اللي باغي نديرو ولا شي حاجه زعما الا صدقات. ففي جميع الحالات غير خصني فيزا طويله على الاقل عام، دونك سوا بالمدرسه ولا باي حاجه بانفستمنت ولا شي حاجه، ماشي انفستمنت غالي حيت دابا كاينه بالانفستمنت ولكن غاليه، خص بعد 400 مليون فهمتي. دونك نقلب على شي حاجه اللي في المتناول. قربت ليها جيت نيشان، صراحه مازال الحال حيت هما دايرين حتى السبعه. دونك انا جيت دابا بكري راه الوحده ونص، ما عندي الخدمه عاود، واخا هاد الروينه اللي راني فيها ديال الوراق وهذا الشيء ابار صافي، راه كنت شفتو خصني نقاد داك اللعيبات ديال دي ان ريتر راه طايح، وخصني داك الشيء ديال الكليمين مازال كنحاول نقاد في الكود. هاد الشيء زعما غير النورمال فهمتي، كندوي على النورمال ديال النورمال، مازال عاد ما طليت على السيتات وداك الشيء ديال الاي سي يو ولا، مازال كنقول حتى نفك هاد المشاكل عاد نشوف داك الشيء الاخر. دونك خصني نريح في شي بلاصه، نحاول نتكونيكتا، نصيفط لخاي نافع نقول له حكا راني وصلت، وإذا كان هو مثالي يجي نتلاقاو قبل كاع ما نديرو نتلاقاو في هذا الميتاب ديال لي زونتربرونور، وانا نحاول نكمل خدمتي ان شاء الله في نفس الوقت. وإذا بان لي شي محامي قريب هنا، ما عرفتش هذه البلاصه شنو سميتها، الا بان لي شي محامي قريب هنا ولا شي حاجه نمشي نطرقو حتى هو نسولو. المهم نستغلوا هذا النهار قدر الامكان. قلت له دريكاز كنفكر كنقول شو دابا اول مره انا جاي لبرشلونه ولا مدريد ولا اسبانيا، كنقول بلاص ما نخرج انني نتفطح ولا نفطر ولا المهم نكتشف كاز دابا نمشي نبقى كنحاول انني نسالي الخدمه وكنعاود ندير كل شيء، ما عرفتش العقليه ديالي كيفاش دايره. غير ملي كيكون دماغي عامر بشي حاجه خصها تقلع ما كتحلاش ندير شي حاجه اخرى، دونك ضروري كان خصني نكمل هادشي. وكتبغي دير شي اكتيفيتي اخرى دماغك ما كيخليكش كيبقى يفكر غير في داك الشيء الاول، راكم عارفين المشاكل ديال الويب، المشاكل دابا ديال الاقامه كيفاش غنقدر نقاد الاقامه ولا نمدد هاد الفيزا ولا شي حاجه. دونك ما عرفتش الصراحه، وحتى في تركيا ولا نفس الدور في تركيا، تركيا ملي مشيت كنت على اساس قلت شو غنمشي لواحد الدار تكون قريبه للبحر باش نشوف شويه، حيت زعما يعني من ديما وانا كنضرب تمارين قلت صافي هاد المره غنمشي نرتاح شويه. اون فوا وصلت بدا هادشي الان اف تي والمشروع كذا عامين ونص الله يرتاح فيها وصافي، الله اعلم خصني ندير ان شاء الله شي تحدي بحال كيما ندير التحدي ديال الويب، ندير تحدي خصني ان شاء الله نرتاح واحد ست شهور ما نقيس والو، ما عرفتش واش غنقدر ليها ولا ما نقدرش ليها. غتكون بحال داك الوعد اللي وعدت تكون كنت غندير 30 عام ونحيد من هادشي، صدقنا درنا 30 عام حنا في مشاكل كبر. الله يلا على المهم دابا نحاول انني نسالي ان شاء الله حتى ان ريتر باش نطلقوا لكم، راه بزاف كيتسناو يا ونحاول نشوف شي دوك ديال الكليمين ما كيتقاداوش كاع، كتحل المشكل كتلقى دايما المشكل شحال ديال ليست مازال عامره عندي ما كيتقاداوش، قلت لي والله سكتات. المهم انا نحاول نشوف هذا الامكان، ومازال عندي شغلي انا ديال يعني السيدات اللي قادير ديال الاس تي، وكنحاول اوبتيميزيون باش نكمل لكم ان شاء الله فيديو اخر على كيفاش انكم ديروا لي زعما لي شونجمون اللي خصكم ديروا على السيت ويب ديالكم. كيف كما عارفين انا تشغلت مع الان اف تي، دونك خصني نولي ابديت اشنو واقع دابا في الاس تي او لا في هذا العالم كامل ديال لي سيرش انجين. المهم هادشي اللي كاين دابا نحاول نكمل، نتواصل ان شاء الله بخير نافع نقول لهم كنتسنى هنايا،
وقت ما ان شاء الله هما سالاو مزيان وميم طول الوقت اللي كنقلب دابا في ماب الناس على سميتو على المحامي اللي قرب هنا باش نمشي نطرقهم ملي نخرج ناكل شي شويه ولا نمشي نطرقهم ان شاء الله. اينا في راجع عندي الله يسهل عليك اخويا الله يكبر فيك اخويا. تا هو يلاه جا قال لي واحد العام ونص هنايا قول لي دابا كيفاش جيتي للدراري مهتمين قبل ما نشرح لهم الميثود ديالك قول لهم الميثود ديالك. بالنسبة الطريقة سهلة ماشي شي حاجة اللي ماشي معروفة ولا سبيسيال طلعت بالقراية يعني دكتورة قلت لي أنا طلعت دكتورة ولكن ماشي ضروري طلعت دكتورة طلعت ماستر دابا الناس كيطلعوا للدكتورة حيت أنت تبارك الله دكتور ولكن هو الموتيفاسيون باش ما يخدم باش ما يقراش بزاف باش يقدر يخدم يكون عنده وقت الفراغ. الدكتورة تعاونك ملي كتكون خدام دكتورة كيكون الوقت ديالك كامل انت كتحكم فيه. وكي درتي زعما دبرتي على المدرسة كي درتي زعما واش لينكدين ولا منين جبتي الليست؟ في جوجل تخص جوجل كتشوف الجامعات اللي كاينين في اسبانيا كاملين كندخل الاساسات اللي زعما كنشوفهم يقدر عندهم نفس الدومين ديالي فيس باغي نعمل الدكتورة ديالي وهاديك كنشوف الكونتاكت ديالهم سمعت الليست ديال لي كونتاكت كاملين ورا بقيت كنتواصل معاهم. انفاسيبتهم عطاوك الابروفل عطاوك زعما موافقه ولا كيسولوك على شي حاجه أنا ولا؟ صارس بزاف عرفتيني؟ كل واحد شنو كيرد عليك كاين اللي كيقول لك السوجي اللي انت باغي تخدم عليه ما كنفهمش فيه ما دخلتش في الدومين ديالي انا كاين اللي كيقول لك هذا العام عاد ناسي مواطع كثر. حتى طحت في واحد اللي عجبو السوجي اللي انا اقترحت عليه وصافي. على بال الاستاذ في الاول. كتشوف لي كونتاكت ديالهم وكتصرد لهم حتى كتعرف شي واحد باغي الدومين اللي انت باغي تخدم فيه كتقاو كونتاكت فهمتو عجبو الحال عجبك الحال شرحتي لهم شنو باغي تعدل صافي موراها كتوجد بحال واحد بالنسبه للكاسو ديالي انا كتوجد بحال واحد الدوكيمون على هذيك التيست ديالك شنو باغي تعمل فيها الموطع اللي باغي تخدم عليه وكلشي وموراها كدوز لواحد الكوميتي سيونتيفيك اللي خصها تقبلك نسيني يعني الكونتاكت ديالك يعني داك الاستاذ كيعطيك الكونتاكت ديالهم الفاصله الاوليه الفاصله الثانيه هو انك تدفع رسمي للجامعه بس انها تقبل الدوسي ديالك اوكي دونك دابا داك الاستاذ هو اللي يعاونك في البروسيس ولا اسمع اذا قبلك الاستاذ تسامسي معاه اللي باقي كامل دايس داكشي عادي نسيني هذاك هو اوكي دونك هذيك الصعوبه الاولى انت خاصك غير الاستاذ هو تحت الاستاذ حيت صافي اذا جبت الاستاذ اللي غادي يقبلك من بعد هو كيدافع عليك في اللجنه وراه كيبقى لك ايتاب الثاني اللي هي الفيزا هذيك حريره باسله هذيك كتمشي لشي محامي ولا كتاخذ رونديفو ولا كيفاش؟ لا في المغرب ما كاين محامي ما كاين والو في المغرب كتدفع عادي كتسمع الدوسي ديالك المغرب لا يو لوك نايس اه هلو قول لي على الفيزا قلت لك فيزا هي الايتاب صعيبه حيت بس تبان متصل فيها القرار هي سهله اوكي سينا سواء التكوميه يعني سواء الاجازه سواء الماستر تصدق سواء ماشي حاجه صعيبه المشكل اللي عندنا حنا في المغرب هي الفيزا بس تبقى رونديفو زعما ولا عندك الدوز ماشي رونديفو الرونديفو بيدو دابا حريره ولكن بالنسبه للطلبه ما كيحتاجوش الرونديفو سينا الساعه اللي كتسمع الدوسي ديالك كتمشي للقنصليه وكتدفعوا عادي صافي بلا رونديفو لا والو غير هو شنو هي الصعوبة زعما اللي فيها؟ أنت الدوسي كامل عندك واجد؟ الدوسي هما إضافة أنك تكون عندك قبول في المدرسة يعني خصك تضمن لهم أنك أنت قادر تطلع وتقرا وتكلف المصاريف ديالك كاملة خاصك تحط شي حاجة في الكونت يعني خصك يكون عندك إما الكونت ديالك ولا خصك يكون شي واحد ضامنك حاجة منش واللي ضامنك خصو يكون خدام بواحد السالير وخصو يكون عنده واحد الفلوس مبلوكية ليك وكذا يعني هذه هي اوكي امور ماديه هي اللي كتعقد كثر صعيبه هي اللي كتعقد يعني قلت لك سكون هو خاص عندك هو الضامن زين كل ما كان قريب العائله كل ما كان مزيان اذا كان باك حسن ماك مزيان كل ما كتباعد كل ما كتصعب قضيه لا ولكن في كاس القرايه هذيك غير كتبلوكيها عسيني يعني اون فوا كتصب الفيزا ديالك اوكي صافي ساعه كل زعما داك السي مسلفه ولا كدا كتهضر تعاونهم وطلع انا دبر راسك اذا عندك الشيء ديالك ولكن عاود انتم باش كتبقاو عاود انتم كتبقاو تخدموا هنا وكل شيء ايوا داك الشيء انا قلت لك واخده الدراري هما ماشي فيزا هما اقامه الطالب كاين فرق انا راه فيزا هو راه عنده اقامه الطالب هاد اللعيبه اللي عندهم ديال اقامه الطالب
الى ساليتي القرايه ديالك ممكن انك تحولها لاقامه عمليه. اقامه عام الساعات بديك الدبلوم اللي كتصبو كتمشي تفتش على خدمه كتيوك واحد المولد باش انك تبقى على خدمه وخا كتبقى الخدمه ديك الكونطرات وكتدفع به باش مزيان مزيان ايوا الدراري الله يوفقهم هي الدراري اللي عندك الماستر هادي هي سهل طريقة وطلعوا راه باش كطلع مضمون بعدا كتريح وانت خير مرتاح ماشي حالك ما عندك فين ترتاح والديك فوقاش تشوفهم على عامين ثلاث سنين اما انت دابا إقامة الطالب طلعوها وتبقى كما بغيتي الحمد لله نتمنى لك التوفيق ان شاء الله الدراري كاملين الله يسهل عليكم وزادنا البركة اليوم الله يحفظك والله العظيم الله يحفظك اخويا الله يحفظك بحث عن اكل حلال مشكيل انا باسيرون اديني واحد الماكله تركيه هي اللي تقدر تكون حلال ديروا مع الثاني عرفتي منه وما زي ليلى نعاودوا نرجعوا ناكلوا ديروا وصلوا طريقك هذا صار سهل باسيرون بصح هذيك لامبلا هذا حلال هذا حلال عندك السيرتيفيكات هي اللي Are you from Moscow? Yeah, from Moscow. But living in Istanbul. But living in Istanbul. Yeah. Do you have like a price in mind? Sure. How much do you charge? I mean, something expensive. Just to have like a runway for, let's say, 1 or 2 years. Right? Because the costs are really low. I don't want to have like a big team or anything. I really want to make like utility trips and partner with many projects. So also get grants if it's possible. And then afterwards we'll see. But what company? And they have the verb as well. Oh, if you go in English, let's give me the appraisal, how much I can sell it for. I like the appraisal, like the GoDaddy appraisal, something like that. You build your own proprietary. So if I go to Porsche, I find a lot of women names. That was really a low price, right? So why don't you just increase the price then? Like, I don't understand. Like, was it someone hacked it that they were able to like send thousands instead, of like... Instead of like changing the price, and because I'm trying to make domain affordable. It's actually I'll add. شباب يلا دابا سالينا هاد ليفنت المهم صراحه كانوا ناس انتريستين اول واحد صراحه تلاقيت به كان كيدير الويب 3 قلت ليه مزيان بعدا ماشي غير بوحدي كندير هاد الشيء المهم صراحه قبل قلت لكم ديك النهارات هاد الناس اللي كيكونوا في الويب 3 ملي هضرت معاه قلت ليه امتى غادي تبداو زعما تبيلديو قال لي هما كيحاولوا يجمعوا 500,000 دولار يعني نص مليون دولار دونك كيحاولوا يجمعوا عن طريق لي هاكاطون ولا لي جرانس ولا المهم ما غيبيلديش زعما من جيبو ولا بصفر ديالهم ما عندهمش هادشي هو الثقافه ديالهم هادشي كنلقاه ديما كتمشي شي واحد كنلقاهم كيما قلت لكم كيمشيو لي هاكاطون كيحاولوا انهم يجمعوا الفلوس قدر الامكان عادي يبدا الخدمه ما غيبداش هو من جيبو بحالنا حنا ولا شي حاجه تلاقيت مع شي وحدين اخرين كيديروا ديجيتال ماركتين بديت كنهضروا في بزاف مواضيع ولكن الاغلبيه اللي بان لي عجبهم بزاف هو البلان ديال الدومينات وكثره بالضبط زين ريتر واحد بقى عليا ضروري خصك توقفوا لينا قلت ليه زعما المشاكل اللي كيوقعوا قال لي زيد لي بالثمن غير تلقى لنا نخدموا بهذا الشيء بصراحه متمنى ان نشوف شي سوليسيون اسرع وقت ان شاء الله نتمنى نقدروا نتلقوا لكم هذه السيمانه كنحاولوا قدر الامكان اننا نشوفوا شي سوليسيون
هذا الشيء اللي كاين صراحه كان نهار مزيان تعرفت على خينا الله يجزيه بالخير عطانا من وقته والله يسهل عليه الدراسه ديالو كيعجبني صراحه نتلاقى مع الدري ديالنا هكذا ديال الكوميونيتي صراحه شي حاجه زوينه كل مره كتعرف على دري اخر بواحد الاستوار بواحد التحديات هذا الشيء اللي كاين المهم هذا الشيء اللي كاين بعض النهار